الآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى أخبارنا الاقتصادية نتابعها مع مصطفى ويزار. إليك مصطفى. شكرا ريهام الديب. شكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة أهم ما فيها. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظهر بالبحر المتوسط والذي يشكل أهمية كبرى لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي ويعد نموذجا يحتذى به في مشروعات الإنتاج. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركتي بتروشروك وبترول بلاعين بتروبل عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد موازنتي العام المالي 2023-2024 والموازنتين المعدلتين للعام المالي الحالي. أعربت البعثة التحضيرية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي برئاسة السكرتير العام للمجموعة فينسنت هميلي لعن سعادتها بالتقدم الكبير المحقق فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لتنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك والتي من المقرر أن تعقد خلال الفترة من 22 وحتى 26 من مايو القادم، وهو ما لمسته البعثة خلال زيارتها لمدينتي القاهرة وشرم الشيخ. وخلال الزيارة استعرض محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الرئيس الحالي مجلس محافظي مجموعة البنك مع السكرتير العام لمجموعة البنك الإفريقي موقف التحضيرات الجارية للاجتماعات السنوية وناقش استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافته. أشاد بما تتمتع به من بنية تحتية قوية وعالية الجودة ومرافق خدمية على أعلى مستوى تمهد لاستضافة مميزة ومتميزة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك. بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم خلال زيارته إلى دولة بوروندي الشقيقة مع وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندي بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وخلال اللقاء أكد الوزير حرص مصر على استمرار دعم قطاع الإنتاج الزراعي البوروندي والذي يوليه الرئيس البوروندي اهتمامه الكبير، وكذا دعم قطاع الري وتحديث والاستخدام الأمثل للموارد المائية في بوروندي وحتى تصبح الزراعة قاطرة التنمية بها. كما أعرب الوزير عن تقدير مصر لموقف بوروندي الداعم والمساند للموقف المصري في قضايا المياه، مشددا على حرص القاهرة على دعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات لتواصل من مكاسبها والتي حققتها خلال اليومين الماضيين، حيث انخفض الدولار بعد أن بدأ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ. هذا وقد ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى $83.08 للبرميل، كما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% لتصل إلى $77.27 للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.56% لتصل إلى $2.95 للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.32% لتسجل $2.52 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. هبط المؤشر نيكي الياباني وسط عمليات بيع كثيفة لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بعد إعلان نتائج مالية مخيبة للأمال، مما بدد أي أمال في الاستفادة من مكاسب سجلتها وول ستريت الليلة الماضية. هذا تراجع المؤشر 0.3% وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مستقرا، وتساوى عدد الرابحين تقريبا من الخاسرين أو مع الخاسرين على المؤشر، حيث صعد ب 106 أسهم من إجمالي 225 سهم وهبط 114 سهم، بينما أغلقت 5 أسهم دون تغيير.
انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة مشاهدين الكرام، لكن أخبار السادسة ما زالت مستمرة ونعود لاستكمالها مع ريهام ونور. شكرا جزيلا لك مصطفى ميزار.